كرمانتي ان دادك الرير تشبوتي روكاستو اي كوسو غايين اي هلان حقو دا الدولان نمو اي اي كمتاي انسي الرسمي يالدلشادة جنسية دا تشبوتي لغا بلابي مغالا دا هرقيسة سفيركا تشبوتي او اروريها تشالية دا تشبوتي اكور دا غان دا مان قبلا دا سومالي لا اي اما انت حفيس كيس سفارة دا لوغو كان اي قبار يرو مدى يركه هرون دلاتي اساقو سفيركو قبار دا نامر دلان كان اي هو يدد كو قابلي حرون تا سفارة دا تشبوتي وحاو شاقين اي تاي اميرة محد محمد قبار ديوغو هر رئيسي هشا جنسيات دا تشبوتي سفيركا تشبوتي وفرديا سومالي لا حسين عمر كوالي ايا ماركي واركي قبردان ياري كورو توكسدي ما موسي دا وقيد تاقنين اقول هاللي تلفيشي كبادا عاز 24 تي في اميرة محد محمد وحويا الالمي وقوه الرئيي اي حفيش كرير تشبوتي وكل ايها مقالة مدح دا هرقيشة اي ربرزانتاقة كاهي ايان انان اقدل نسانسيا دي بلوني نصيب وياشي اناسينو أميرة مهد محمد يدو كل التي هالقيسة مدن حسين عمر كوالي أي فرين دارو دراي شعب كرير تشبوتي أكو سوغان سومالي لان إني كفا إذا استان وحقبت كما دحوينه دي يمرو دا كوبادة تشبوتي إسلمار كاسينا دلاشادة يجي سيادة أيو صد دونان دونان أما إكلا صحيري دونان سفارات دا تشبوتي إما غالة دا هالقيسة وحانو ورقلين يا رير سومالي لان ومد رير تشبوتي جاليد رير تشبوتي amba umada ka soo jeeda shicib weynaha ka soo jeeda jabuuti ee ku nool Soomaaliland geyiga Soomaaliland meeshu dowladaha joogo waxaan leeyahay maanta laga bilaabo ilmaha markuu saa ugu dhasho Soomaaliland meeshu dowladaha joogo inad noo keentiin warqadii uu ku dhashay ee dhaqtarka iyo warqadii dowladda hoose inikoo sida loo keentiin oo agdilnasaaskii oo dhan aan laga siin xagga xafiiska haddii loo olon jiray مدع عيسو هرقيسة أقدنا سياسيا لغا بحي كرا والغا بحيي وحانا وحا هرقليي مدحوينها جمهورية دي جبوتي يمرود كوماد يا حكومة دي جبوتي ونغو عمري إنا قفكو حق ماشو كل شما لو أديغو ونو تقنو ونو سينو وحواجبو لأي وضلنمو واكا ما تويد عدد دي كويلها مدع عكريسة ويد عدد وقدن بايتين هالكاسي وحا سفير كوغا مهاد عليسي مامضا iyo hooyada dhashay gabadhan yar iyo goobto ka ahayd xarunta isla markaasina qabilaada ka heshay safaaradda Djibouti Ilaahay baan mahadnaqay marka labaad safaaradda Djibouti inoo suurta gelisay inaan ka qaadano dhalashada Hargeysa aad iyo aad baan idinku mahadnaqay Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Koobi Telefishka Badass 24 magaalada Hargeysa